السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مر الربع من رمضان، فنسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا. هل تريدون الرزق والمال والبنين والثمرات والجنان والأنهار والرزق من السماء والأرض؟ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح: وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه الآية الكريمة، أي نعمة يتمنى الإنسان أن يحصل عليها؟ نعمة الأموال، الأولاد، الرزق، المطر، الجنات، الحدائق، الأنهار. هذه النعم كلها كنتوقوا لها وكنتمنوا أننا نعيش فيها. أشنا هي الوسيلة؟ الوسيلة هي الاستغفار، أن نكثر من الاستغفار. وللأسف قليل ديال الناس اللي لسانه رطب بذكر الله وبالاستغفار، كنسهاو مع أشغال ديال الحياة، مع العمل، مع تربية الأولاد، مع جميع الملهيات اللي كاينه في الحياه، كنتلهاو على اننا نكثروا من الاستغفار ومن الذكر ومن الدعاء. فهاد الفيديو ان شاء الله درته باش نفكركم بهاد النعمه العظيمه اللي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى، نعمه الاستغفار، ان نستغفر الله في كل وقت وفي كل حين. المراه اللي كدوز وقت كثير وهي في المطبخ، استغفر الله ساعه ولا ساعتين ولا ثلاث سوايع، لسان كي رطبون بالاستغفار وبالذكر. الرجل اللي كاين في العمل ديالو، المرأة كذلك اللي كاينه في العمل ديالها، اي وقت نستغلو في الاستغفار. وانا كنشقى شغل ديال الدار، وانا خارجه غاديه في الطريق، انا عندي واحد القياس جالسه كنتسنى فشي بلاصه، شاده الصف مع الناس كنتسنى. يعني هاد الاوقات هادي اللي هي كثيره جدا كنضيعوها، ربما كتبان لنا دقائق، ولكن دقائق اليوم، دقائق غدا، ودقائق بعد غدا، هادشي راه كيشكل ساعات ثم ايام. هاد الساعات والايام علاش ما نستغلوهاش بالاستغفار؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. انت حاجه بسيطه انك تستغفر، حنا كلنا كنذنبوا، كل بني ادم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، التوابون هم المستغفرون الذين يطلبون الغفران من الله سبحانه وتعالى. اذا فخاصنا نستغلوا هذا الوقت قبل ما نتسحروا، نصلي ركعات. ممكن مثلا اذا كنتي متعبه ولا كنتي متعب انك ما قدرتي تصلي التراويح مورا العشاء، فتقدر انك تخليها حتى لوقت السحر، فتما كيكون واحد الاجر كبير، وغادي تستغفر الله وغادي تذكر الله وغادي تقرا قران في هذاك الوقت، وتاكد ان الاجر ديالو عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وقال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغنا ان داود عليه السلام سال جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل، اي الليل افضل؟ فقال: يا داود، لا ادري، ولكني اعلم ان العرش يهتز وقت السحر. عرش الرحمن يهتز وقت السحر، عرش الرحمن يهتز وقت السحر. لذلك فخصنا نستغلوا هذا الوقت، نستغلوا هذا الوقت بالدعاء والاستغفار، نفيق قبل السحور ونستغفر الله سبحانه وتعالى، نستغفره 70 مرة، 100 مرة. وما تنسوا سيد الاستغفار، سيد الاستغفار يعني أفضل دعاء نقوله باش نستغفر الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني تصوروا أننا هالدعاء نقوله في السجود ديالنا، نقوله في وقت السحر، نقوله في جميع الأوقات اللي كنصلي فيهم، اللي كنقرأ فيهم القرآن، فأكيد أن رمضان لن يخرج إلا وربك قد غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك.